بنرجع لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنستكمل مع حضراتكم فقرتنا الحواريه. وتاني فقره معانا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع في منتهى الاهميه. كل واحد فينا عندنا في بيته طفل بيقولوا عليه الطفل ده ايه، ناس البيت، القرد اللي في البيت اللي عمال يتنطط، طفل مهايبر، طفل ما بيبطلش حركه، طفل عمال يفرك طول النهار. شكاوى الامهات مسموعه، يعني كل الامهات النهارده لازم في البيت عندها طفل من هذه العينه، من هذا الشكل. طب نتصرف مع هذا الطفل ازاي؟ طيب المشكله ما بتبقاش في ان الطفل عامل دوشه، يعني ممكن نتغلب عليها، نستحمله شويه، يعني نشوف له ظرفه. انما احيانا هذه الهايبره او هذا الاكتيفيتي او النشاط الزايد عن الحد ده بيأثر على التعليم وعلى التحصيل الدراسي، وبنلاقي برضو هذه الشكوى تتكرر برضو من المدرسين. هنا احنا ما بيبقاش شاغلنا قوي موضوع الحركه الزياده على قد ما هو شاغلنا ان الطفل ده عنده مشاكل في التعلم، سواء مشكلة النشاط الزايد أو صعوبات التعلم. هنتناقش فيهم النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء اللي موجودين معايا في الاستوديو. بيسعدني يكون معايا دكتورة سارة جلال، الباحث في التربية الخاصة بجامعة عين شمس. برحب بيك، أهلا وسهلا، منوراني. أهلا بيك. دكتور ياسر حمودة، رئيس وحدة صعوبات التعلم بجامعة عين شمس، أهلا وسهلا، منورنا. أنتوا الاثنين في جامعة عين شمس؟ لا، انا باحث دكتوراه في كليه التربيه جامعه عين شمس. انما انت اصلا مش خريجه عين شمس؟ لا، خريجه طبعا. خريجه عين شمس. وحضرتك؟ انا رئيس وحده صعوبات التعلم في جامعه عين شمس، دي الوظيفه بتاعتي. يعني انتوا زمايل يعني؟ جامعه عين شمس دي ولا ليها؟ طيب دلوقتي عايز ابتدي معاكي الاول على الطفل المهايبر ده اللي هو موجود عندنا نموذج في كل بيت، وغالبا بيكون الصغير او الوسطاني، يعني مش عارفين ايه السبب. انا عايز قبل لما ابتدي معاكي على الاسباب تقولي لي ليه دايما الطفل المهايبر ده دايما بيكون يا الصغير يا الوسطاني، ليه ما بيكونش الكبير؟ لا، هي اولا ملهاش قاعده يعني موحده. الفكره ان في بين الهايبر اكتيف كاضطراب والشقاوه، وده دايما النقطه الفاصله اللي بنتكلم فيها. كتير من الامهات بيجي لنا سواء في العيادات سواء في المستشفيات ويتكلموا ابني شقي، ابني مش مركز، ابني سلوكياته غريبه، مندفع، بيتعور كتير، بيقع كتير. بس في شعره ما بين اضطراب وشعره ما بين الشقاوه اللي ممكن توصل للليمت الطبيعي. الفكره بالنسبه لي ان احنا النهارده بنتكلم عن اضطراب نقص الانتباه المصحوب بنشاط الحركه الزائد، ده اضطراب قائم بذاته. للاسف الامهات شويه شقاوه يقول لك لا ده شقي، لا ده مش طبيعي. حتى المدرسين مش مستحملين فرط الحركه اللي عند الطفل اللي ممكن يكون اصلا ليمت عادي جدا وليمت طبيعي، بس هو يعني مش مقبول، مأثر على التوافق العام. هي دي النقطة. الفكرة ان احنا اللايف ستايل بتاعنا للأسف ما بقاش سوي، ما بقيناش نخرج كتير، ما بقيناش نوظف طاقة أطفالنا كتير. فأي طفل عنده استعداد أو درجة أعلى من المقبول بقى منبوذ. فكرة اضطراب كسور الانتباه أو فرط الحركة عامة ده اضطراب سلوكي منتشر جدا للأسف، وفي دراسات كتير قالت وصل لتلت الأطفال في المدارس. الموضوع بقى صعب مع زيادة التعداد. الطفل ده عنده مشاكل سلوكية كتير جدا جدا بتأثر على تعليمه وعلى توافقه، بتأثر حتى على لغته، على التعلم بشكل عام. الطفل ده عنده مجموعة من المشكلات كتير جدا جدا جدا، تبتدي مثلا بنقص الانتباه. الطفل ده مش مركز، هو ماشي في الفصل يخبط حاجه يوقعها، مش قادر ينقل من على السبوره، مش قادر يكمل مهمه، لدرجه ان بعض الامهات تقول لي انا حاسه ان ابني ما بيسمعنيش، بكلمه ما بيسمعنيش. نوجهها تعمل قياس سمع طبعا تحت اشراف طبي. السمع عادي جدا، هي الفكره ان الولد ما عندوش قدره على التركيز السمعي، فنبدا نقول له الاوردرز سواء في المدرسه سواء في البيت، يقع منه نقاط فيبقى قليل الادب، ما بيسمعش الكلام. ده نقرة. طيب هنرجع للموضوع ده تاني، وخليني اسال بقى دكتور ياسر النهارده. فرط الحركه ويمكن النشاط الزايد احيانا بيكون احد الصعوبات اللي بتواجه الطفل في التعلم، لانه مش قادر يركز زي ما دكتوره ساره كانت بتقول. عايزين نفند مع حضرتك برضه بقيه الصعوبات بتاعه التعليم والتعلم. بص حضرتك، صعوبات التعلم هو طفل عنده اضطراب في عمليات النفسيه اللي هي الانتباه، الادراك، الذاكره. انا مش هقدر اتعلم اي معلومه من غير ما ابقى منتبه ليها. مش هقدر اتعلم اي معلومه من غير ما افهمها، من غير ما اتذكرها. فلو انا طفل اصلا عندي بقى فرط حركه او تشتت انتباه، المدرس بيشرح معلومه هو مش مركز معاها، هو بيتنطط، هو مش منتبه ليهم، هو مندفع. فحتى لما تيجي تديله مساله او تديله سؤال او تقول له اكتب او انقل او اعمل، هو الاندفاعيه اللي عنده او فرط الحركه اللي عنده او تشتت الانتباه اللي عنده بيخليه ان هو ياثر عليه في مستوى التعليم. طب احنا ما عندناش مشكله في التشخيص، يعني الطفل الهايبر ده او الطفل الشقي ده احنا يعني بنميزه بسهوله. احنا دلوقتي سؤالنا المدرس،
المفروض يتعامل مع هذه الشخصية ازاي؟ ولو عنده بقى 2 3 4 اتلموا على بعض وعملوا له عصابة في الفصل يتصرف ازاي؟ بص طبيعي ان انت لو انت بتشغل الطفل طول الوقت ان انت واخد اهتمامه، طول الوقت ان انت بتشغل تفكيره، بتقلل المشتتات اللي موجوده في الفص، يعني اللوح اللي هي موجوده على الحيطان في الفص دي هتاخد من انتباه الطفل جامد. معقول؟ يعني كتر اللوح دي مش كتر اللوح. الوسيله التعليميه هي في الوقت اللي انا محتاجها، يعني انا دلوقتي بشرح جدول الضرب محتاج وسيله تعليميه في جدول الضرب. اوكي. طب انا بشرح عربي ليه تبقى جدول الضرب ظاهر قدام الطفل؟ هياخد انتباه. فبالتالي ان الوسائل التعليميه المفروض تتعرض وسيله وسيله اللي انا محتاجها. طفل يعني كان زمان احنا في المدرسه متخيلين ان احسن فصل او انضف فصل اللي بياخد الجائزه اخر السنه اللي تبقى مليان وسائل تعليميه ومليان لوح في الفصل. وللاسف كمان مش لوح كمان، ده ممكن عيد الام، عيد الحب النهارده، عملنا قلوب وبلالين فكل دوت كل ده بياخد من انتباه الطفل. فالطفل أوكي. المدرس بيشرح مركز، برضو المدرسه لو لابسه حاجات بتعمل صوت، لابسه كعب هياخد وهي رايحة جاية بتشرح، هياخد من انتباه الطفل. أوكي. هو عنده تشتت انتباه فهيأثر عليه في التحصيل. طب بس قبل ما اروح دكتورة سارة اسألك سؤال مهم جدا، انت لفت النظر بأننا يعني النهاردة عيد الحب وكده، النهاردة بشوف مدارس بقى بتحتفل بعيد الحب وعيد الأم وعيد الأب وعيد مش عارف ايه والهالوين ويعني وعيد الرعب وكل الأعياد اللي في الدنيا، وتحس انها بقت ايه، مش عايز اقول سبوب، انا مش عايز اقول، همسك لساني واقول انها مش سبوبه ولا حاجه، لكن عايزين نلبسوا عفريت النهارده وبكره هنجيب ملابس اللي يلبس ابيض في ابيض، وبقت اولياء الامور عماله تدفع كتير في ده. هل ده بيفيد العمليات التعليميه ولا وجود مثل هذه النشاطات الزايد عن الحد ممكن يكون احد الاسباب اللي بتشتت الطالب، يعني في كتر الاحتفالات دي في المدارس؟ كتر الاحتفالات هتشتت انتباه الطالب. النقطه ان انا الموضوع مش ان انا مستني احتفال عشان احتفل، يعني مثلا انا عيد الحب احنا طبيعي لازم الطفل يحب المدرس، يحب ابنه، انا احب اصدقائي، احب زملائي، يبقى الحب مش محتاج يوم للاحتفال، مش انا بحب في طول الوقت. طب انا دلوقتي كطفل لما كل شويه اعمل احتفال بمناسبات ومش موظف الاحتفال بحاجه تفيد الطفل، يعني الهالوين هيستفيدوا ايه لما يعملوا انترتينمنت؟ هو بيقول لك انترتينمنت يعني برنامج ترفيهي. لا هيستفيد ايه ده؟ انت احنا العنف الموجود في دلوقتي اللي شايفينه على الساحه عنف كبير قوي، مش ناقصين هالوين، فمش ناقصين رعب، يعني احنا كفايه الرعب اللي فيه. دكتوره ساره دلوقتي انت قلتي حاجه مهمه جدا، الفرق بين الشقاوه وبين الطفل اللي عنده فرط حركه، ازاي اميز بين الاثنين؟ ما هو طفل بيتنطط في الاخر. الـ ADHD كاضطراب أو فرط الحركة كاضطراب ليه معايير معينة، دي مذكورة في الـ DSM-5. أولاً القائم بالتشخيص ده حد متمرس في المجال. ما ينفعش مثلاً ماما، طنط، خالته، عمته هي اللي تشخص. إحنا بنرجع لمعايير الـ DSM-5 الأول اللي مذكورة، اللي فيها يعني أبعاد معينة بنشوف وبنراعيها هل هي متواجدة أصلاً في الطفل ولا لأ. الاضطراب ده لازم يكون موجود قبل سن 7 سنين. أوكي. يعني مش وليد اللحظة يعني. لا مش بعد 7 سنين لو وجدت فرط الحركة ممكن نرجعها لأسباب أخرى. لازم الاضطراب ده يعني بعض الدراسات كمان أثبتت أنه هو موجود بيبدأ مع الطفل في مرحلة الحمل، فلازم يظهر ليه دلالات. دلوقتي هو لازم يظهر قبل سن 7 سنين، لازم يكون موجود في بيئتين. في بعض الاطفال اشقياء جدا في المدرسه وهاديين جدا في البيت، والعكس صحيح. كده بنرجع السلوك ده ممكن يكون لعوامل محفزه داخل البيت او داخل المدرسه. شرط اساسي يكون موجود في بيئتين، النادي والمدرسه، المدرسه والبيت، السنتر ومش عارفه المدرسه، يعني لازم يكون موجود في بيئتين عشان السلوك فعلا يكون واضح وصريح. عندنا اختبارات يعني تشخيصيه كتير جدا جدا موجوده في مجالنا، زي قوائم التقدير اللي منها كونرز بيرنت ريتنج سكيل، ده بيقوم بيها اخصائي نفسي اكلينيكي، بيقدر ان هو عن طريقها يحدد الدرجه بتاعه الاضطراب وهل تستحق التدخل الدوائي ولا لا. وبرضك عن طريق التقييمات دي ممكن توصل للتدخل الدوائي اكيد، بس معظم الدكاتره وخاصه دكاتره طبعا النفسيه والعصبيه والمخ والاعصاب بيفضلوا ان انا ما العبش في نقلات عصبيه وما العبش في شق يعني في جسم الطفل قبل سن معين. المهدئات عامه مش لطيفه، بس في حالات لازم هنلجأ ليها. لازم. بس معظم الدكاتره بيفضل السي بي تي الاول، العلاج المعرفي السلوكي او التدخلات البديله. انا عندي اكتر من 13 نوع تدخل في علاج الاي دي اتش دي، وكل يوم الدراسات بتطلع لي حاجات تانية كتير جدا اقدر ان انا اتدخل بيها. الفكره ان انا دايما في تدخلي بشوف الاكثر امنا. طب امتى بقول دواء؟ لو المقياس طلع لي درجه معينه
خلاص الولد ده مش قادر يقعد، سلوكه والامبالسيفيتي اللي عنده او اندفاعيته ممكن تؤدي بيه ان هو سويا اسفه يعور حد او يعور نفسه، يقع من دور مثلا العشر بعد الشهر، حاجات معينه عامل الامان. طب الدكتور في اللحظه دي بيبدا يتدخل دوائيا بنسبه وبقدر، مع التدخلات البديله بيبدا بعد كده لما يحصل تحسن يسحب الادويه. يعني الادويه مش لايف ستايل، هي ليها وقت وبتتسحب، كل الادويه بتاعه النفسيه والعصبيه اكيد لان ليها بردك على المدى البعيد اثر. طبعا طبعا طبعا. طيب دكتور ياسر، النهارده احنا عندنا بقى الاطفال اللي هم الاشقيه دول اللي عندهم فرط حركه دول، اللي هم عاملين مشاكل في الفصل دول، وقلنا يعني لازم نبتدي نصنفهم، او دكتورة سارة بتقول انهم لهم بعض المعايير. المدرس النهاردة او الكورس التربوي اللي بياخده المدرس كيف يتعاطى مع مثل هذه المشكلات ومشكلات مشابهة ليها، زي مشكلات التنمر، زي مشكلات، ما هو دايما فرط الحركة ده تلاقي معاه تنمر، تلاقي فرط حركة وعنف، تلاقي فرط حركة واستفزازي، بيحب يستفز مدرس او يستفز زملائه، يعني فرط الحركة لازم هتلاقي معاه حاجة. المفروض نتصرف ازاي؟ بص حضرتك، انا طفل لو انا عندي فرط حركة انا طفل قابل للاستثارة، يعني مجرد ما حد يقرب له كده رد الفعل بتاعه مبالغ، فتلاقي يروح ضارب، فبالتالي يبقى ايه ده الطفل ده عدوان. لكن هو انا لما احط طفل فرط حركة اتأكد ان اللي جنبه واللي قدامه واللي وراه اطفال هادية. أوكي. إن أنا لو حطيت واحد هيستفزه رد فعله هيبقى زيادة عن اللازم، هيشغله زي فعارف اللي هو مجرد ما يقربه ده لمسه كده لا التاني هيرد له الضرب. أوكي. دي رقم واحد. رقم اتنين، طفل فرط الحركة بينفعش ناحية الفصل في الطرقة، لازم يبقى جنب حيطة، يعني عشان لو اتحرك أقصى حاجة هيقف، لكن لو ناحية برة هيبدأ يتنطط ويتحرك فيعمل عقل المدرس إنه هيقعد يتحرك كتير، فانا بحطه. أوكي. يعني مبدئيا كده لازم يتحط جنب الحيطه وقدامه ووراه وجنبه طلبه هاديين عشان ما يبقوش تكتل مع بعض. طب هما تقريبا فرط الحركه دول بيبقوا عصابه، فتحس ان هما دايما ملمومين على بعض، نفرقهم ازاي؟ نفرقهم بين القبائل ما يقعدوش جنب بعض. ما يقعدوش جنب بعض برضو، ما احطوش في مكان يبقى شايف باب او شباك، ان انا دلوقتي الباب مفتوح فكل واحد رايح جاي عينه معاه فهياخد من انتباهه. المدرسات تاخد بالها بقى من العقد، تاخد بالها من انسيال الطرحة، اللبس نفسه يبقى لبس بسيط. يعني حتى احنا عندنا في الجامعة احنا بنشتغل لابسين بلطو ابيض، عشان لو اي اخصائي او اي حد لابس لبس يلبس براحته وهو خارج، بس لو هو شغال مع الطفل لازم كل الحاجات اللي لابسها يقلعها عشان هو بيشتغل مع الطفل عشان ما يشتتوش. مهم ان انا دايما اخد انتباهه. على فكرة بتقول معلومة أنا أول مرة أسمعها وحاجة مفيدة جدا، يعني يفترض أن المدرسين أو المدرسات بلاش اللبس الملفت، بلاش الأكسسوارز اللي بتعمل صوت، بلاش الساعات الكبيرة والحلقان الكبيرة، المدرس بلاش يعني المبالغة برضو، عشان كل ده حاجات بتشتت التركيز. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي وهي معلومة فعلا مهمة جدا. في بعض المدارس تم إقرار أن أي مدرسة هتخش بكعب ممنوع أنها تخش المدرسة بكعب، بتروح داخله الفصل بتاع الاوضه بتاعتها تقلع الكعب، تلبس اي حاجه ما تصدرش صوت. وبعد كده وهي مروحه البس الكعب ولصحتها حتى يعني حتى الوقفه الفترات الطويله بالكعب دي يعني مشاكلها مع العمود الفقري عشان ما تشتتش انتباه الطفل. مهم ان انا الطفل ده بيتشتت بسرعه، فمهم ان انا اقسم له الحصه لاوقات صغيره، ان انا بتشتت مش هستمر مده انتباهي فتره كبيره، فبالتالي يعني مثلا نظام الفترات اللي هو موجود مثلا في وزارة التربية والتعليم اللي هو ان الطفل بيقعد حصة بقت ساعة ونص، ده بالنسبة له لازم المدرس خلال الساعة ونص يعمل اكتر من بريك كده صغير عشان يبدأوا انتباههم يبدأ من اول وجديد، ان يعني هو بيركز فترة صغيرة، فبالتالي لما انا هتشتت انتباهه هزهق، فبالتالي مش هيبقى مع المدرس. مهم ان انا وانا بشرح معاه ما راجعش في الاول، اراجع في الاول لو انا الموضوع الجديد اللي هشرحه مرتبط بالاول، يعني انا دلوقتي هشرح مثلا فرضا جمع، لو انا عاوز اراجع ان هو متاكد من عارف الارقام والقيمه العاديه بتاعت الارقام ده اراجع، لكن انا بشرح جمع هشرح المره الجايه طرح ملهاش علاقه، ده ما انا كده كده مقرر ان انا هشرح الطرح، لا اجل مراجعه الجمع لبعد ما تشرح الطرح.
غير لو في امكانياتك ان انت لو انت هو مش فاهم الجامع ان انت تلغي حصه الطرح وتشتغل جامع تاني. ليه؟ ان انا مده انتباهي قمه تركيزي في الفتره الاولانيه. فلازم في الفتره الاولانيه من الجلسه او من الحصه يديله المعلومه المهمه، وبعد كده الباقي بقى اشتغل معاه حتى لو انتباهي ضعف، بس انا المعلومه دي مش جديده بالنسبه لي، انا سمعتها قبل كده، فالذاكره هتسعفني في النقطه دي. فدي نقط مهم ان انا بقى للاسف بعض اولياء الامور، ومفروض بعض المدارس بتقرر دوت، ان ما تسمحش باي ادوات تعليميه تجيبها للطفل بتشتت الانتباه. القلم بتاع باتمان والاستيكه بتاعت ما اعرفش مين والمسطره اللي فيها ميه والشنطه ايه، فالطفل كل ده بياخد ايه يا فندم الطلبه بالموبايلات دلوقتي في المدرسه. دكتوره ساره، يعني هنرجع بقى من المدرسه اوكي الى المعركه الواجب بتاعت البيت دي، عرفتي طبعا بتاعت الهومورك دي اللي هي البواب بيبقى عارفها والجيران بيبقوا عارفين مواعيد الهومورك، وتحس ان المجتمع المصري كله عارف الام دي قاعده هتذاكر لاولادها، يعني الواحد بقى عارف اصوات كل الجارات وولادهم وتوقيتاتها وعارف مين اللي عنده مشكله في وكده. ايه بقى يعني نعمل ايه مع الطفل اللي هو عنده فرط حركه والام بقى قاعده عشان تشرح له ويعمل الهومورك؟ طب فرط الحركه اولا بيعمل لي تباين في العمليات المعرفيه عند الطفل ده. فكل طفل منهم بيكون ليه مدخل طبقا للكسور اللي عنده. يعني ايه؟ عندي بعض الاطفال عندهم مشكله في الانتباه والادراك السمعي بس البصري عنده عالي، فابدا ادخل انا كأم او حتى كمدرسه مدخله في تعليمه بصري. يعني لو هو عنده مشاكل في الادراك السمعي، في الفهم السمعي، في التركيز السمعي، ابدا اشتغل معاه الواجب من منظور بصري، بحيث ان انا اسهله له، اجيب له معينات بصريه، انشطه بصريه، اشتغل معاه بمدخل تعليمي مناسب لي. مش بس كده، ده انا كمان بشوف درجة الاتنشن سبين، مدة الانتباه عنده، درجة التركيز عنده، الوقت اللي يقدر يركز فيه، وابدا اقسم له الواجب على فترات، واعمل معاه تعاقدات سلوكية ممكن تنفع مع اطفال ما تنفعش مع بعض الاطفال التانيين. هنعمل الواجب حتة دي وهنعمل النشاط المحبب ليك دوت، وهكذا وهكذا، ومع الوقت بنعمل استريتشات في وقت الشغل وبنخلي التحفيز في الاخر. الفكرة بس ازاي ندخل للطفل، مفيش طفل يعني بالذوي قدره، ما فيش طفل بالذوي ملكه، المهم ازاي ندخل له. الفكره ان الاطفال دول طبيعيين، فرط الحركه هو اضطراب قائم بذاته بيجي للاطفال النورمال والاطفال ذوي الملكات الخاصه. الفكره ازاي ندخل لده وندخل لده، ازاي نقدر ان احنا نحفز الطفل ونعلي دفاعيته للانجاز. هو كده كده هيعمل ده، فليه ما يعملوش بصحه نفسيه؟ سوري، الدراسة ملهاش أي لازمة قدام إن يطلع شخص غير سوي، وده اللي بنشوفه دلوقتي في مجتمعنا. الأمهات كلهم بيجروا المدرسة والواجب وإزاي ابني لازم يطلع مهندس ودكتور أو صيدلي، وناسين أصلاً إن أم العلوم هي الفلسفة. إزاي أطلع شخصية سوية؟ ده أهم من أنا أكون يعني أهم، صح، ما أهم من أي شيء. بنشوف كل يعني الوظائف، بنشوف دكتور وبنشوف مهندس وبنشوف قاضي وبنشوف بتاع وظابط وبنشوف يعني اعلى، لو بنشوف اعلامي بنشوف كل النماذج، وبنلاقيه عنده اضطراب نفسي، منصب وجبان، منصب وحرامي، مهندس وعنده مشكله في بيته مش عارف حتى يدير حياته مع زوجته ومع اولاده. يعني بنشوف اضطرابات من دي كتير، يعني ايه الفايده؟ المهم اطلعه شخصيه سويه. صح. الواجب soon or later هيتعمل، دلوقتي بعدين هيتعمل. انا عارفه ان المدرسه بتقهرب الامهات، بس الفكره ان انا اعمله في الف طريقه للتدخل معي، التحفيز والدعم دايما لازم اعززه. الاي دي اتش دي كان في نظريه بتقول لك ان علاجه اصلا بالحب، بوابه كل المشاكل النفسيه القصور العاطفي. ادعمه، احضنه، شجعه، ما تقولوش انت فاشل، انت وحش، انت غبي، الكلام ده كله بيكسر فيه. انا في هاجس كده في ودني يعني النداهه بتاعت كل الامهات المصريين بتقول لي على فكره احنا عملنا كل الحاجات دي ومش نافعه، قول لدكتوره ساره دلوقتي تشوف لنا حل تاني، احنا مش عارفين نقعد الواد على الكرسي خمس دقايق. الفكره هو مش بيقعد على الكرسي حضرتك. الفكرة ان في بيوتنا احنا بناكل وبنلعب وبنشرب في نفس الأوضة. الفكرة خلي مكان معروف ان ده مكان هنذاكر فيه، زي ما دكتور ياسر قال هنقلل المشتات كمان في الأوضة ديت. هنحاول نعمل له نظام دعم، لو هو ادراكه كويس هنعمل معاه حاجة اسمها التعاقد السلوكي. هو بيحب يعمل ايه؟ خلاص هيعمل الواجب ده، بعد كده يعمل النشاط اللي هو عايزه، يعمل الواجب اللي بعده، بعد كده يعمل نشاط بردك هو عايزه. باختصار شديد، واحد
وحاجة قدامها حاجة. مع أنا عارفة أن بعض الأمهات تقول لك أنا هشتغل معاه بوشوة، لا هي بشوشوة، هي الفكرة تعاقد، ومع الوقت هبدأ أسحب التعاقدات دي وأخليها في نهاية اليوم، ومع الوقت أخليها بنهاية الأسبوع. الفكرة أن إحنا كأمهات لما بنيجي نشتغل بنستعجل، ضغوط الحياة صعبة جدا عليا، أنا بشتغل وعندي أولاد وعندي زوج وعندي طلبات للبيت وعندي مدرسة كل يوم عاملة لي استدعاء ولي أمر. الفكرة لو كان نفسك طويل هتلاقي فعلا نتيجة. بس في مشكلة تانية، معظم الأمهات عايزة كن فيكون، وبعضك المدرسين عايزين كن فيكون. الفكرة أن السلوك بيقل تدريجيا، فرط الحركة بيقل تدريجيا، نقص الانتباه بيتحسن يعني تدريجيا. انا قلت لك وانت ما بتسمعش الكلام، وانا قلت لك وانت أنا مش ناشع، شغل شهور وبعض الحالات بتحتاج شغل سنين. بس في النهاية هلاقي نتيجة لو فعلا اشتغلت بشكل منهجي، هلاقي نتيجة طيب دكتور ياسر، عايز اسألك سؤال مهم جدا. احيانا بقى بنلاقي طالب لا هو بيتنطط ولا هو شقي ولا حاجة خالص، طالب عادي جدا، لكن تلاقي عنده مشكلة في التحصيل، وبنشوف ده جدا. وتيجي تكلم الامهات يقول لك والله الولد هادي وجميل ومحترم وكويس قوي وذكي قوي، واحنا بنلحظ ذكائه ده في بعض النشاطات الاخرى في بعض المجالات، ده احنا لما بتبوظ عندنا حاجه هو اللي بيصلحها لنا، والولد ذكي وعبقري لكن عنده برضو مشكله في التحصيل الدراسي او في التعلم. تشرح له الحاجه مره واثنين وثلاثه يبقى معاك كويس قوي، بس الام بتروح تغسل ايدها وترجع تاني تقول له وريني يا ابني الهوم ورك، ايه ده انا مش لسه شارحينها وكنت كويس فيها، حللها غلط برضو. وبنسمع برضو المعارك دي اللي بيسمعوها الجيران في المنور، يعني بنسمع المشاكل دي بتاعت الأمهات وصوتهم العالي. إيه الحل وإيه السبب؟ ده ممكن الطفل ده ممكن يبقى صعوبات تعلم، ده هعرفه إن أنا عن طريق إن أنا أطبق الأول اختبار ذكاء، أتأكد إنه فعلا ذكاء متوسط أو في متوسط ذكاء عادي، وإن الطفل دوت بعمل له اختبارات تشخيصية لصعوبات التعلم. لو أنا لقيته إن هو كده صعوبات تعلم، هو سبب المشاكل اللي في التحصيل عنده بسبب إن عندي مشكلة في الانتباه، يا ما بركزش كويس، يا عندي مشكلة في الإدراك ما بفهمش، عندي مشكلة في الذاكرة بنسى. الذاكرة هتتقسم عندي ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. فلا هو ممكن يبقى فاكر مع الأم دلوقتي بتشرح له الحاجة، راحت المطبخ رجعت زي ما حضرتك قلت، لقيت كل الحاجات إن أنا الذاكرة عندي قصيرة المدى ما بتتحولش لطويلة المدى. فمهم إن أنا أعرف الذاكرة عندي مدتها قد إيه، هل بيتذكر بعد 5 دقايق، هل بيتذكر بعد 10 دقايق، هل بيتذكر بعد دقيقة. واحدة واحدة ببدأ تدريجيا أبعد المسافة. ممكن الطفل ده طب يتذكر عن طريق إيه، البصر أكتر ولا السمع؟ ما عندي في ذاكرة بصرية وذاكرة سمعية. فهي ممكن الأم بتشرح له كسمعي، فهو أنا ضعيف في الذاكرة السمعية، هو محتاج حاجة بصري، حاجة يشوفها بعينيه، فمحتاج إن هو يشوفها. يبقى في الحالة دي لازم أشتغل على الذاكرة البصرية عندي عشان إن هو الحاجة يشوفها، إن حاجة تبقى ثابتة عنده. هشتغل مثلا مع حروف، يبقى مفروض يلون الحرف، يشكل الحرف، يوصل الحرف، كل ده بصري. طب هو لو الذاكره السمعيه هي نقطه القوه، يبقى انا هغني للحرف، اسمعه الحرف، صوت الحرف اكتر من مره. ما هو انا حضرتك وانا كل واحد لينا في نمط للتعلم لي. انا بحب ان انا اذاكر وانا بقرا بعيني، في حد تاني يحب لي يسمع، في حد تاني يحب يحس المعلومه، اروح جايب واحد قدامه كده يقول له اقعد قدامي انا هشرح لك حتى لو ملوش علاقه بالماده. فهو مهم ان الام نفسها تسال نفسها، هو الابني بيحب البصري واكتر ولا السمعي؟ للاسف امهات كتير ما تعرفش ابنها، ما بتسالش نفسها السؤال ده اصلا، فبالتالي هي عماله تشرح له المعلومه هو مش معاها اصلا. يعني مثلا لو فرضا الذاكره السمعيه عندي هي اللي ضعيفه، فلو انا الذاكره السمعيه عندي مثلا فرضا بتستوعب 3 كلمات، يعني لو قلت له مثلا محمد احمد علي فيكرر محمد احمد علي، لكن لو قلت له محمد احمد علي محمود 4 كلمات تقع. فانا عمال اقول له يلا قول له ورايا، ذهب احمد الى المدرسه، دي 4 كلمات هيقع منه، هيقول ذهب احمد المدرسه، ذهب الى المدرسه، هيوقع كلمه. الهاجة حفظه قران، هقول له قول ورايا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، قل هو الله احد، 4 كلمات هتبقى ضعيف، لازم تقع منه. عشان كده لو رجعنا بقى لرياض الاطفال، الاغاني القديمه، قطتي صغير اسمها نميرة، كلها ايه كلمتين عشان تبقى سهلة انها ايه الطفل الصغير يحفظها.
فلو انا طفل القطه مش مشايه حلوه بس مشايه ايوه فكله بتلاقي بتلعب ايه كلمتين. طب ايه العلاج يعني ايه الحل؟ انا عندي مشكله بقى في الاربع كلمات دول وكل ما اديله حاجه اربع كلمات يحفظها تقع منه. هنبدا نشتغل عليها من خلال المتخصصين في صعوبات التعلم يبداوا يشتغلوا على الذاكره السمعيه سواء السمعيه او البصريه. نفس الفكره، لو حطيت عليه كارت اسد تفاحه برتقانه وشلتهم وقلت له انا كنت حاطط ايه ممكن يعرفهم ممكن ما يعرفهمش لو هي الذاكره البصريه. طب اشوف انا واقع في مرحله مثلا سعه ثلاث كلمات او ثلاث صور هشتغل عليها مره واثنين وثلاثه، بعد فتره من الشغل هتبقى اربعه هتبقى خمسه. على فكره احنا ابائنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده. احنا دلوقتي للاسف الموبايل بيخلينا ما نحفظش ارقام. لكن اسال كده اي حد مثلا عدى الستين اساله فين رقم عمك رقم خالك جارك، يقعد يحكي لك التاريخ كله ان هو مش معتمد على الموبايل. انا ممكن انا رقم مراتي مثلا ممكن ما ابقاش حافظه، رقم اخويا ممكن ما ابقاش حافظه، ان انا معتمد على الموبايل. لو الموبايل فصل مش عارف اتواصل معاهم، ان انا بعتمد ان حاجه تانية هي اللي بتخزن لي، ما بعتمدش على الذاكره. الذاكره ما هي الا تدريب واسترجاع، تخزين واسترجاع. هتدرب ذاكرتك الذاكره هتبقى قويه، مش هتدربها الذاكره هتبقى هتقع مننا. طيب دكتوره ساره نرجع لموضوع تاني بقى، موضوع الطفل اللي عنده فرط حركه. دايما بنلاقي فرط الحركه معاه حاجه، يعني ما غالبا ما بيبقاش فرط حركه بس، بنلاقي فرط حركه وعنف فرط حركه ومشاكل سلوكيه اخرى فرط حركه وتنمر فرط حركه ورغبه في الاتلاف والافساد. ما تفهميش ايه اللي ده الطفل صغنن كده صابعه صغيره كده بس يخرب اي كاسيت ويبوظ اي جهاز وعمال يبوظ في الكمبيوتر، ولو سبتيه شويه كده ترجع تلاقي البيت بايظ. ايه هي اهم المشكلات اللي دايما بترافق فرط الحركه؟ اضطراب فرط الحركه ليه مشكلات كتير جدا بترافقه. اولها الاوبوزيشنال، اضطراب السلوك المعارض او العناد. الطفل ده كتير من اطفال الاي دي اتش دي او فرط الحركه بيعانوا من العناد، لا من اجل لا. الموضوع مع بعض الحالات كمان بيتطور لمشاكل تعليميه ناتجه عن كسور الانتباه. بعضهم بيكون عنده مشاكل اجتماعيه لان الولد ده مشاكله السلوكيه كتيره جدا جدا جدا، فبتقف حيطه ما بينه وما بين العالم. بيكون عنده مشاكل، مشكلة أساسية الاندفاعية، ما بيقدرش يعني يركز في عواقب الأشياء. بيقول الكلمة وما يفهمش معناها، يعمل الحركة وممكن يكسر بيها حاجة. الطفل ده عنده قلق، عنده خوف، أحيانا تبول لا إرادي، اضطرابات في النوم، مشاكل تعليمية، مشاكل في التذكر، في تقدير الذات، السرحان، نوبات الغضب الغير مبررة. عنده مشاكل سلوكية كتيرة جدا لا حصل لها بصراحة. دي بتكون أساسها وسببها الرئيسي إن الولد ده كمان عنده مشكلة أساسية اسمها كف الاستجابة أو الكف السلوكي. الولد ده عنده ثلاث نقاط في كف الاستجابة. أولا ما بيقدرش ينقي الاستجابة المناسبة للموقف، واحد. اثنين، حتى وهو بنعمل استجابة خاطئة، يعني هو شغال في استجابة خاطئة، عمل رد فعل خاطئ، كان في مشكلة مش عارف يحلها، طب حلها واكتشف ان حله ده غلط، ما بيعرفش يوقف الغلط غصب عنه وفعليا بيكمل. ثالثا، لو اكتشف الصح وعمله مره ما بيعرفش يعممه، وده السبب الرئيسي اللي يخلي الناس تقول لك ده ايه الادب، ده عارف اصله حلها قبل كده، ما انا قلت له قبل كده وعملها. الفكره يا جماعه ان هو غصب عنه فعليا. الولد ده شغله شغل تدريب وظائف تنفيذيه وليه مداخل تدريبيه اخرى، ان انا ادرب الطفل ده على يعني انتقاء الاستجابة المناسبة للموقف، اعلي انتباهه، اعلي الشق المعرفي بتاعه، العمليات النفسية الاساسية بتاعته، ادربه على الالتزام بالتعليمات، ادربه على اكتر من شق. طبقا طبعا كل حالة ليها خطة علاجية فردية. يمكن ما اقدرش ان انا اقولك ان كل ده هيبقى في طفل واحد، لا، هي كل طفل ليه دنيته. فالفكرة فعلا ان الطفل ده باكج او مغناطيس لكل ما هو سلبي للاسف. طب يعني هل الام تقدر بشويه وعي بشويه قراءه بشويه بفقرتين زي اللي احنا بنقولهم دول او بنقدمهم تتفرج عليهم تقدر تحل المشكله، ولا الام لازم تروح لمتخصص ونجرب الوصفات الشعبيه او تيتا بتقول اعمل كده، اصل تيتا بتقول بس انت بس اعملي معاه كده وهو هيبقى كويس، او احنا ربناكم وانتوا كنتوا كده، والام او الجده تقول لك والله طب ما انت كنت كده وانت صغير فعادي ان شاء الله هيكبر هو هيبقى كويس، يعني كبرت دماغكم ما تشغلوش دماغكم.
امتى الام تحل بنفسها، وايه هي الليمت اللي ممكن، ايه هو الليمت اللي ممكن تحل عنده الام، وامتى نقول بس احنا لازم نروح للمتخصص، ومين هو المتخصص؟ هل هو دكتور امراض نفسيه، هل هو استشاري علاقات اسريه، هل هو يعني حد متخصص في علم نفس الاطفال، يعني مين هو المتخصص؟ خلينا نقول الاول تدريب الوالدين او الوالدين محور رئيسي في اي عمليه تعليميه، محور رئيسي في اي تدريب او اي خطه علاجيه للطفل. التعميم عندهم، اي سيرابيست بيشتغل، اي اخصائي بيشتغل بيبدا المهاره مع الطفل، بس التعميم اللايف ستايل فين؟ هو الطفل اللي قاعد مع الاخصائي نص ساعه، قاعد مع الام 24 ساعة. صحيح. فهي الأساس. برامج كتير جدا جدا اعتمد على تدريب الوالدين، بس بسبب قصور يعني الوعي أو بسبب أن الأم ما عندهاش كل الفنيات وما عندهاش خبرة كافية أن بعدك التخصص عامل فارق، لازم نرجع لمختص يدينا التوصيات أو يسم لنا الخطوط الأساسية اللي نمشي عليها. برنامج زي ده وبرامج أخرى كتير خطوة أساسية جدا في التوعية. أنا كأم لما بشوف حاجة ببدأ أدور، ده قالوا كذا، طب أنا هرجع للمعلومة، طب هشوف. لا، من هنا البرامج مهمة، تدريب الأمهات مهم، بس في بردك المختص، المختص هو اللي هيرسم الخطوط الأساسية. أنا كأم هبدأ أتوجه لمين؟ أنا عندي منظومة تدخل. الأول لازم أنا أروح لدكتور مخ وأعصاب أطفال، لو أنا بتكلم على طفل صغير، مخ وأعصاب، يبدأ يشيك لي على النقلات العصبية، المخ سليم، لأن في بعض الاتجاهات بتقول إن فرط الحركة سببه الأساسي نشاط كهربائي زايد، نشاط كهربائي زايد، يعني عوامل عصبية خلف النقلات العصبية، بعض الدراسات قالت إصابات في الدماغ، إصابات طبيبة في الدماغ. فخلينا نشيك الأول على الشق الفسيولوجي، الشق الطبي، الشق العضوي، وبنشيك بردك مع طبيب نفسية وعصبية. يبدأ بعد كده عن طريق التيم ورك دوت، الفريق العمل ده، نبدأ نشوف السيربست الأخصائيين اللي هيبدأوا يحطوا الخطة العلاجية عن طريق التقييمات اللي هيعملوها، وبيشركوا الأم في الخطة العلاجية، لأن هي مسؤولة، بل بالعكس هي مسؤولة عن 90% من الخطة العلاجية معنا، هي العمود، بس من غير 10% الخاصين بالمختص هي هتقع، فلازم نتدخل. إذا جماعة بلاش فتي، يعني ما نفتيش، إحنا نروح لمتخصص، الناس اللي أولادها بيعانوا من فرط الحركة وده مأثر بقى، يعني في ليميت، في ليميت نقدر نستحمله وفي ليميت ما نقدرش نستحمله. وبرضو يعني هنساعدكم برضو، يعني احنا برضو بنديكم بالمعلومات، لكن برضو عايز اقول ان ممارسة الرياضة، ان الطفل يخرج من البيت، ان الطفل يتحرك، اكيد الموضوع ده بيخفف من الوتيرة. يعني انا قصدي احنا بعد ما بنجرب التجارب بتاعتنا، الاحتضان والعطف والحب والحضن والخروج وممارسة الرياضة، بنلاقي برضو لسه المشكلة موجودة، ما يعني ياريت بقى ايه ندي العيش لخبازه. دكتور ياسر، عايز اسألك برضو على بقية صعوبات التعلم الغير مرتبطة لا بالذاكرة ولا مرتبطة بفرط الحركة، أكيد هناك صعوبات أخرى تعيق الطالب من التحصيل الجيد، وبنشوف ده، بنشوف واحد بقى كان كويس قوي في ابتدائي، لكن في ابتدائي في إعدادي ابتدى مستواه ينزل وابتدى يعاني من صعوبات تعلم، نلاقي واحد في ابتدائي وإعدادي زي الفل وبيدخل ثانوي يبتدي يتدحضر به الحال، يقول لك يعني ده كان طالع من اوائل الجمهوريه في الاعداديه ودخل في الثانويه سقط كمان، فبتكون ايه الاسباب ويعني ايه هو ده مش هيبقى علميا صعوبات تعلم، هيبقى في حاجه اسمها تاخر دراسي. تاخر دراسي، عشان تاخر دراسي غير صعوبات التعلم. تاخر دراسي غير صعوبات التعلم. هنوضح الفرق بينهم. صعوبات التعلم انا طفل عندي مشاكل، عندي مشاكل في الانتباه، عندي مشاكل في ادراك في الذاكره، فلما يبقى عندي مشاكل في دي هتظهر عندي مشاكل في القراءه، في الكتابه، في الحساب، في بقيه المواد، في الدراسات، في العلوم. ممكن يبقى عنده مشاكل في الفيزياء، في الكيمياء، وده سبب ممكن ان اطفال تبعد عن العلمي او تبعد عن الادبي على حسب هم عندهم المشكله في ايه. لو احنا عرفناها من واحنا صغيرين ممكن نخلي الطفل دوت يبقى يقدر المستوى يبقى افضل. التأخر الدراسي ده طفلي كان ما عنديش مشكلة خالص، كان ماشي كويس في المدارس، فجأة حصلت ظروف، سواء بقى ظروف أسرية، في مشاكل حصلت في الأسرة، أو إن تكدس الفصول، المناهج بقت أصعب فبتخليه إنه يتأخر دراسيا. الطفل ده لما هيبقى كان كويس في ابتدائي وإعدادي دخل ثانوي خلاص بقى شخصية، بقى مراهق، فبقى في حاجات في اهتمامه غير المذاكرة. فمع أسرة ما تعاملتش مع المراهق كويس، ما قدرش تحتضن المراهق، المراهق يساوي تمرد، فهو ده طبيعي ان الطفل المراهق يبقى متمرد. فالأسرة مثلا بتعنفه، بتزعق له، ما بتشتغلش على الإقناع معاه، فبالتالي بيبدأ يعني حتى لو دخل يذاكر بيبدأ هو يمسك كتاب، يمسك يفتح موبايله، يجيب مجلة، يجيب قصة،
او لو قدرت ان انا اسيطر على البيت هقول ان انا مش هذاكر، انا مش هروح الدرس، انا مش هنتبه للمدرس. فبالتالي دوت الطفل ده كان هو في ابتدائي كان كويس، كان شاطر، في اعدادي كان شاطر، لكن لما حصلت الظروف ديت ما قدرناش نتعامل معها كويس فبدا مستوى ينخفض. يعني احيانا ممكن تلاقي طفل وصل لغايه طالب لغايه وصل الثانويه العامه طالع من الاول على الجمهوريه، تعالى هات بقى اول على الجمهوريه اللي هم كانوا من 7 8 سنين شوفوا دلوقتي ايه. وارد تلاقي منهم دخل الجامعه بهرته اضواء. طب انا هقول لك على حاجه، وعلى بحث علمي صدمني ان انا قريت ان كل الناس اللي جابت طلعت من اول الجمهوريه كلهم على فكره حياتهم في الاخر يعني ما فيهاش النجاح السوبر واو ولا فيها السعاده السوبر واو، وبنلاقي ان ناس كتير جدا كان درجاتهم في يعني او الجريد بتاعهم من 50 ل 60 و70% بنلاقيهم اسعد الناس واغنى الناس وانجح الناس في شغلهم. يعني عندك تفسير علمي؟ ما هي زي ما دكتوره ساره قالت ايه كانت قالت في الاول ان ما تخليش التحصيل او الواجبات هي الاساس، هي الاساس فهتفقد جزء كبير من شخصيتك. فبالتالي انا في الورقه والقلم انا بحصل كويس بس مع في التعامل مع الناس صحيح. مع حضرتك انا شاطر، انا اشطر واحد في العالم الدحيح ده بس لما اجي اتعامل مع الجمهور مش عارف اتعامل. ايوه اتعامل مع اصدقائي مش عارف اتعامل، خجول، هروح اتعامل مع مديري وزملائي مش عارف اتعامل فبالتالي هحس بفشل. هتعامل مع مراتي في البيت او اسرتي في البيت مش عارف اتعامل. انا اتعاملي ورق وقلم، او ممكن تقلب معاه تعالي بقى يعني ده انا الاول على الجمهوريه، ده انا اتقى واحد، ده انا اشطر واحد، وانتوا كلكم ما بتفهموش يعني. فارجع تاني للطفوله من البدايه ان انت ربي ابنك على شخصيته. انا عندي ابني يجيب 70% وشخصيه قويه وشخصيه كويسه افضل احسن بكتير. ما يجيب 100% وشخصيته ضعيفه. قدر يجيب ال 100% مع الشخصيه القويه خير وبركه، لكن لازم ان الشخصيه عندي رقم واحد بالاضافه معها التعليم. يعني حتى وزاره التربيه والتعليم، ما هي السلوك ده بيرجع لك بقى في موضوع التربيه والتعليم ده نتفهم يعني في كلام كتير، لان النهارده المعايير بتاعت التفوق ما يعني انا كنت بسمع الاوائل الثانويه العامه السنه اللي فاتت فلقيت واحد بيقول والله ده انا الحمد لله ربنا اكرمني وجبت 101% وكنت باخد دروس في كل المواد ما رحتش مدرسه ولا يوم. كلام خطر، كلام خطر 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 خطر، يعني كلام خطر وخطير وكارثه. يعني فكره ان النهارده بقى غاب دور المدرسه معروف كده دلوقتي ثالثه اعدادي والثانوي ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ما بيروحوش المدرسه اصلا، ما فيش تبرز الصباح، ما فيش تحيه العلم، ما فيش احترام للكبير ولا المدرس، بقى فيه لفه كده بيلفوها يجيبوا فيها 100% و90% و95% من غير كل المدرسه ومن غير الكورس التربوي ده ما يتاخد. دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا. يعني نرجع للموضوع ده ونتكلم فيه تاني، لكن عايز ارجع للدكتوره ساره وبقول لك بقى دلوقتي رساله من كل الامهات والابهات، مفيش حاجه دواء غذاء اكل ندي للطفل كده يهدى شويه، لان احنا عندنا مشكله ان الطفل الهايبر ده يعني بيأثر على كل اللي حواليه، بالإضافة كمان إلى مشكلة النسيان. أحيانا النسيان ده هل له أكل، هل له دواء، هل له حاجة تظبط موضوع النسيان ده شوية؟ يعني إيه الحل؟ لأن الطفل ده كارثة على البيت كله، يعني مفيش حتى أخواته مش عارفين يذاكروا منه، ده مسكين والله. طب خلينا نقول، هقسم سؤال حضرتك لجزئين. بالنسبة لفرط الحركة، النشاط الزائد، مفيش أكل، يعني منع اكل او مفيش حميه غذائيه ليها اثر على فرط الحركه. كان في كلام كده ان نقلل سكريات ونقلل 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 طبقا للدي اس ام 5 وده المرجعيه بتاعتنا كلنا كاخصائيين وكده كاتبه، حميه فاين جولد الخاصه بالسكريات اثبتت خلاص عدم فعاليتها في الدراسات المطولة ان هي ما بتسببش فرط حركة يا جماعة. الفكرة ان ممكن بعض الاطفال عندهم نوع اخر من الحساسية للمواد الغير حافظة فيبدأ ده يحفز فرط الحركة، انما السكريات بتحفز فرط الحركة لا خالص. في امهات بتقولك ياكل شوكولاتة هايبر، ما تدوش شوكولاتة كتير بيهايبر مني بالليل، دي ممكن يكون ليها اسباب اخرى، انما الشوكولاتة بتسبب فرط حركة مباشر وصريح لا. نرجع للسند، نرجع للمراجع، نرجع للدراسات اللي اتعملت بشكل يعني علمي وعملي مقننه. طب بالنسبه لنقص الانتباه، طبعا في اكل كتير بيحفز الانتباه زي البروكلي، قرع العسل، الاسماك الزيتيه، التونه، المكسرات بكل انواعها، نيه، سبحانك ربي ما سبحانك ربي ما اعدلك، يعني يعني الفستق وعين الجمل غاليين طبعا. 10 حبات سوداني ني تكافئ في قيمتها
الفستق وعين الجمل. فربنا لما بيدي انسان اختبار هو بردك سايب لنا اسباب. السوداني رخيص، السوداني رخيص. فهي الفكره بالنسبه لي لا، اكل عشان يقلل فرط الحركه في اتجاهات كتير بتقول اه وفي اتجاهات كتير بتقول لا، بس انا مرجعيتي دايما العلماء والدراسات اللي اتعملت بشكل منهجي. اساتذتنا كتير من يعني اسماء في المجال، من يعني منهم اساتذه ليهم بصمه سواء بره مصر او جوه مصر اكدوا عدم فاعليتها وقالوا ان نرجع يعني الفرط الحركه بعد الشوكولاته ان ممكن يكون عنده حاجه تانية حفزت ده. الشوكولاته في اللحظه دي مش هي المسؤوله عن فرط الحركه، لا ده الحاجه التانية دايركت او ان دايركت في النهايه ده الام ليها الظاهر ليها جميل. شكل السلوك. دكتور ياسر، عايز اختتم بحضرتك هذه الفقره، وعايز حضرتك تديني نصيحه للمدرس كيف تتعامل كمدرس مع حالات فرط الحركه مع صعوبات التعلم، خصوصا ان الطلبه بيبقى عندهم نوع من انواع الايه التمايز بعد ما المدرس يلف وشه كده، انا اشطر منك وده الخايب، وهم بيصنفوا بعض يعني ده انا ده الشاطر وده الخايب وده الدحيح وده اللي ملوش لازمه وده كده، نتصرف ازاي؟ المدرس ايه دوره؟ المدرس مفروض يرجع لدوره تاني ان هو اب، فيتخيل ان ابنه هو اللي موجود في الفصل. هل هيرضى ان ابنه مدرس يتعامل معاه مش كويس؟ مهم ان يحسس الاطفال بحبهم، مهم ان هو ما يتنمرش عليهم، ما يجيش يتريق على دوت انت كذا انت كذا انت كذا، فبالتالي انا بخلي الباقيين سمعوا المدرس هو اللي بيتنمر، فطبيعي ان هم هيتنمروا عليهم. مهم ان انا اقسمهم مجموعات حتى لو فصل زي كثافه عاليه، اقسمهم مجموعات اشتغل معاهم يشتغلوا تعلم تعاوني، بسط لهم المعلومات، بسط لهم اي ماده انت بتديها لهم، حسسهم ان انت قدوه ليهم، فبالتاكيد هتبقى النتائج افضل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر حموده رئيس وحده صعوبات التعلم بجامعه عين شمس، نورتني. شكرا للنصائح الغاليه. دكتوره ساره جلال باحث في التربيه الخاصه بجامعه عين شمس، نورتيني، ويا رب اشوفكم تاني ونتكلم ونكمل كلامنا عن هذا الموضوع الهام جدا. بشكركم اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، تابعونا.